دكتور أشرف، اسمح لي أنتقل بهذه النقطة تحديداً دكتور أديب. دكتور أديب، يعني كما تحدثنا أن بالطبع ستكون هناك توابع اقتصادية جراء هذه الهجمات، عايز أعرف من حضرتك يا فندم توقعاتك أو قراءتك، أو كيف ترى الأوضاع الاقتصادية العالمية في الساعات القادمة أو في الوقت القادم؟ دكتور، أنا أعتقد أن العقوبات التي تم فرضها بالأمس ضد روسيا والعقوبات التي يمكن أن تلحق بها بما في ذلك تجميد مشروع سيل الشمال 2 سيلحق الضرر بالمصالح الغربية أسوة بالمصالح الروسية. ألمانيا على سبيل المثال، دول أوروبا الغربية التي تعتمد على إمدادات الغاز الروسي ستجد نفسها بالحقيقة في مأزق، ولقد رأينا كيف أن أسعار الغاز ارتفعت بين ساعة وأخرى إلى ما يزيد عن 2500 يورو لكل 1000 متر مكعب من الغاز. فبالحقيقة هذه التكلفة سيتحملها دافع الضرائب في أوروبا الغربية. وجلي تمام أن أحد الأهداف الأمريكية يتمثل في سعيها لإبعاد روسيا عن سوق الغاز الأوروبي واستبداله بالغاز الأمريكي الأكثر تكلفة والأغلى سعرا بالنسبة للمستهلك الأوروبي. ألمانيا على سبيل المثال تشتري حتى هذه اللحظة تشتري الغاز الروسي بأقل من 200 يورو، بينما وصل سعره العالمي إلى أكثر من 2500 يورو. وهذا الفرق يعطيك صورة عما ستؤول إليه الأمور لو قررت روسيا التخلي عن إمداداتها للطاقة إلى أوروبا الغربية والتحول بالكامل إلى الصين. ولكن دكتور أديب، يعني دعني أبدي ملاحظة بسيطة، معلش ملاحظة بسيطة. يجب على المراقبين أن ينتبهوا إلى البيان الذي وقعه الرئيسان فلاديمير بوتين وجين بينغ في بكين بداية هذا الشهر قبيل الألعاب الأولمبية. هذا بيان جوهري، هذا بيان كرس تحالف استراتيجي ذو أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية ودفاعية بين البلدين. الصين التي تمتلك بلايين المليارات من الدولارات قادرة أن تسد حاجة روسيا وأن تشتري كافة إمدادات الطاقة الروسية في حالة لو تخلى الغرب. باختصار شديد، هذه العقوبات وهذا الوضع سيعود سلبا على الاقتصاد العالمي. نعم.